طيب رأي فييرا في ايه؟ نشوف مستر فييرا ونعرف الفرق ما بين الاهلي والزمالك من وجهة نظرك. ولا يصيب Both of teams هما الأهلي والزمالك لديهم لاعبون مصريون ولاعبون أجانب أيضا. طريقة الأهلي طبقا لاختيارات المدير الفني واستراتيجيته الخاصة، فريق الزمالك لديه مدير فني مختلف، لديه استراتيجية مختلفة وخيارات مختلفة، مدير الفني من جنوب أفريقيا. من نحن نعلم كيف أن كرة القدم في جنوب أفريقيا يتم تقييمها ولطريقة اللعب، وأعتقد أن هذا المدير الفني وبأسلوبه تكيف سريعا مع النادي الأهلي من وجهة نظري. شفت النهائي الأفريقي؟ أنا أتابع كرة القدم. النادي الأهلي في المباراة دي أعتقد أن المدير الفني للنادي الأهلي الآن هو مدير فني لديه تنظيم فني متميز. أستطيع أن أرى من الاحتياط أنه رجل قاسي ورجل صارم جدا فيه. هو صارم، ربما يكون ناعما أحيانا. أنا رجل جيد يشكرونني كأب، ولكن أحيانا يجب أن أكون عنيفا وصارما. إن لم أكن صارما أحيانا لا أجد الحلول، ربما هناك وقت قصير لا أجد فيه هذا الحل. المباراة أو المباريات مستمرة. أعتقد أن هذا المدير الفني هو رجل صارم جدا ويسعى لفرض طريقته في العمل على لاعبي النادي الأهلي ببعض التغييرات الفنية والتكتيكية. هذه الأسباب ربما، وما أستطيع أن أضيفه أيضا هو أنه يعمل بطريقة صحيحة، هو يعمل بطريقة سليمة مع عقلية جديدة وفلسفة جديدة. لا تنسى أنه جاء متفوق على باتشيكو. سوهي إز بيتر and both sides في كلا الأمرين تكتيكيا وفنيا. هو يعمل بشكل أقوى تكتيكيا وفنيا ويعمل بشكل أقوى، هكذا يرى موسيماني وقال شوية تفاصيل. لكن يا أهدي كانت آخر مقابلاته مع سيف خلص عليه الراجل، مشي راح تونس بالشو، رجع قالوا له بقى انت بتشيد بموسيماني، طب ما تعمل مع كده قلت لسيف. طبعا دي دعابه كابتن سيف، يعني عمل حوار جميل معاه.